اهلا وسهلا فيكم اليوم بفلوك جديد. نحن اليوم رايحين على كل لحظة فصلكم بعرف تفاجأتوا عن جد. انا هلا صار معي تفاجأت فيه للفلوج انه مش انا اللي عم اقدمه، حدا غيري عم بيقدمه عني. هيدي رفيقتنا ملاك عملت مبادرة كثير حلوة وصورت عني الفلوج لانه صار معي ظروف وما قدرت اطلع معهم على شلالات يحشوش، فكانت هدية كثير حلوة عن جد وفرحتني وما في كلمات شكر بتعبر حاليا عن اللي عملته معي ملاك. فخليكم مع الفلوج وان شاء الله يعجبكم ورح احضر معكم بنفس الوقت، رح تكون ردة فعلي معكم بنفس الفيديو. خلينا نبلش. وصلنا على حشوش مش رايحين. عادة لازم يسكون أحمد يصور بس نحن عملنا له مفاجأة، بلس إنه مش معقول نحن نجي ونشوف لبنان الحلو ومنأرجيكم على صورة لبنان الحقيقية. بعد شوي حنبلش المسار، خلينا نشوف شو حيصير معنا، كيف بدنا نبلش المسار بحشوش لحتى نوصل لأشياء كتير حلوة. هلأ بشوفوها شي كتير حلو، شلالات. العصاية دايما بيحملوها معهم، ما قلي فيها ولا بحلها بحياتي. سكواتس على الفاضي. وقفت فكرت عم بتصور. حرام فانا ستر. فكرت عم بتصور صورة. يا حشوش كبيرة. غنية بالشجر، بالمناظر الحلوة. رغم انه الطقس كتير 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 شوب. والحرارة كتير عالية. بس صغر. لأنه عم نمرق بينات الشجر فعم نحس بشوية برود. الحمد لله ليكو هالمنظر شو حلو، واو نحنا في الجنة. لحظة حطنا لحظت الكلب، أنا صراحة بخاف من الكلاب بس اتس اوكي. هلو بدي عندك الشلال. مزبوط، نحن هلأ عم نسمع صوت الشلال وعن ننزل وإيدنا على قلبنا. منطقة روعة، بعدنا ضمن المسار والراجل ينزل من هيدا الطريق. أنا أصحكت معك واللي مو راجل رح يصحت. لحظين مناظر شكل حلوة بين أحضان الطبيعة. تعالوا 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 نشوف شو في هون. شو في هون؟ اوه اوكي، هذا الشلال. رجعنا من اول الشلال، اول شلال. هلا رايحين نكمل مسارنا نحو الشلالات الأكبر. أوكي. هذا الشلال الثاني وهذا الشلال الثالث. بعد كل التعب حسب ما قالت لي بعد المشوار وصلنا هذا الشلال، شلالات بعدنا سبحنا وخلصنا ونصبنا خيمتنا وغيرنا ثيابنا وبناكل خلصنا كل شيء. وهيدي كانت نهاية الفلوج، بتمنى تعملوا شير سبسكرايب لايك. باي باي لكم، باي باي أحمد.